اتهاما لستة من كبار رجال الشرطة البريطانية السابقين في التحقيقات الجارية بشأن كارثة ملعب هيلزبرا التي وقعت عام 1989 في إنجلترا. فصل جديد من مسلسل متواصل منذ 28 عاما. أصابع الاتهام توجه بشكل مباشر إلى ست من أبرز قيادات الشرطة السابقين في إنجلترا على خلفية كارثة ملعب هيلزبرا. دائرة الادعاء البريطانية أكدت وجود أدلة كافية لاتهام ستة من مسؤولي الشرطة السابقين، منهم أربعة من أصحاب الرتب الكبيرة. على رأس المتهمين رجل الشرطة القوي آنذاك ديفيد داكنفيلد، مسؤول المباراة التي جرت قبل 28 عاما بين ليفربول ونوتنغهام فورست، راح ضحيتها 95 شخصا. التحقيقات الجنائية التي بدأت عام 2012 كشفت أن داكنفيلد أهمل في عمله وتسبب ذلك في مقتل 95 شخصا، علما أن أحد الضحايا لقى حتفه بعد الحادث بأربعة أعوام متأثرا بإصابته. في أعقاب تحقيقات شاملة وبعد أن استعرضنا الأدلة بشكل دقيق وفقا لطلبات المدعين العامين التابعين للنيابة، وجدنا أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى ستة أشخاص بارتكاب جرائم جنائية. بالنسبة لأنتوني بلاند الضحية رقم 96 الذي توفي بعد أربع سنوات من الحادث، فنحن لا نستطيع توجيه اتهام القاتل بالخطأ، ويرجع ذلك إلى القيود الزمنية التي يفرضها القانون آنذاك. الاتهامات طالت أيضا دونالد دينتون رئيس الشرطة السابق وألان فوستر رئيس المباحث آنذاك بتورطهما في التغييرات التي أدخلت على أقوال الشهود. ذروة هذا المسلسل الطويل ستكون في 8 أغسطس المقبل، عندما يقف المتهمون أمام محكمة وارينغتون الابتدائية. فهل تطبق المقولة الشهيرة لا يضيع حق وراءه مطالب، أم تظل العدالة البطيئة أسيرة للزمن؟ هذا ورحبت